كاس في اللقاءات الودية. ليونيل نقل الكرة إلى أربع عرضية خطيرة لك. الكرة عدت. تحرك ليونيل وتحرك برشلونة. تحرك برشلونة باللقطة. إشبيليا كبير الأندلس. الكرة منقولة الآن في مواجهة كبير كاتالونيا. والكبيرين يلتقيان هنا على مستوى. الكرة موجودة الآن. محاولة مورييه. نقل الكرة خطيرة. الهدف الأول. الهدف الأول للفريق الأندلسي. لكن الهدف يلغى. الهدف يتقدم بأول الأهداف. والبار بإسبانيا للصغار والكبار. إشبيليا يتقدم بهدف أول عن طريق اللعب سرابيا. شوف الكرة من بدايتها كانت ممتازة. مورييه مر تقدم. نقل الكرة إلى سرابيا وحدة بقدمة. تعرف طريق الشباك. تعرف طريق ضرر لما قدمه مع الفريق الكتالوني. مورييه والتسديد لك في مرمى أو في بطولة الدوري اليوم. تمريرة أمامية ممتازة إلى ألبا. العرضية منتظرة الآن بالرأس لك الكرة فيه. لكنهم استمروا في التسديد. الكرة العرضية أدت ومرت إلى ركلة ركنية. نعم استمروا في التسديع ولم يكاد بأن يسجل في اللقطة. وفي اللعبة الماضية عادت مرة أخرى. المحاولة فيها تدخل وخطأ. فيها تدخل وخطأ وبطاقة صفراء. تنافسوا في معانيها وما احترموا. الكرة عدت. لم يغيروا الفريق أبدا بل بقوا مستمرين عاشقين محبين لهذا. يا مرتدة فازكيز نقلها إلى سرابيا. سرابيا حاول لكن إلى ميسي. ميسي نقلة تمريرة وانتو بين خطأ يحتسب. ميسي نقل كرة إلى ألبا. ألبا يعيد عرضية مباغتة حارس المرمى. حارس المرمى يتألع. ثم انتقل لإشبيليا في هذا الموسم من اللاعبين اللي دعموا الصفوف. بالنسبة لفريق الكتالوني رافينا عاد مرة أخرى. بطاقة صفراء يشير حكم المباراة. إشبيليا انتقل بشكل كامل في هذا الموسم. الكرة من سواريز لكن ضعيفة. الكرة الماضية إلى حارس تاريخ مميز. الكرة العرضية المحاولة لكن أيضا المغربية وضعت لافتة للراحل يوهان كرويف. كانت اشتقنا لك يوهان كرويف الرجل اللي قدم الكثير. تمرير ليونيل نقل عرضية عالية بالرأس لكن مرت وعدت. الكرة واللقطة الماضية إكليمنتا لينجليت كاد بأن يسجل في مرمى فريق السابق. أول أهدافه. زيدان بأن لا يصافح الأبولبي قبل مواجهة كلوب أمريكا في كأس العالم للأندية. المدرب السابق لريال أن يصافح. الكرة موجودة الآن. عرضية عالية. عادت الكرة سهلة الآن وصلت إلى فازكيز. فازكيز نقل عرضية عالية لكن عدت الكرة الماضية ومرت إلى ضربة مرمى. ضربة ديمبلي نحو ضربة جزاء. ديمبلي نقل الكرة عرضية عالية لكن أبعدت الكرة. تمام. تقدم إشبيليا بهدفين عن طريق إيمار بانيغا. إيمار بانيغا لمسة أمامية. يا سلام يا بانيغا. عادت المحاولة بفريق الكتالوني ليبعد عن عودة ميسي. والعرضية لكن تتخلص هذه وتبعد. كوريا أدريان كوريا راكيتيتش لنادي برشلونة في 24 مباراة. يبحث الآن ميسي. نقل الكرة إلى رافينا عرضية تتخلص وتبعد. ديمبلي لسواريز. تسديدة من سواريز. عادت المحاولة عرضية أخرى. الكرة تعود الآن. محاولة لمسة إلى سيميدو. محمد غزال العرضية منتظرة. والكرة تمريرة إلى آرثر. لمسة أمامية خطيرة إلى سواريز. وسواريز ضيعها. سواريز يواصل مسلسل إهدار الفرص. مع السلام يا ميسي. لكن الكرة تتخلص. تعود المحاولة مرة أخرى. فيها تدخل وخطأ. وكرة ثابتة. ضربة حرة مباشرة. آرثر ميلو لعيب. ميسي تقدم. ميسي وضعها. ميسي لا. الكرة راحت في الشباك. هدف التعادل عن طريق بيكيه. ما عجز عن المهاجمين. يفعل المدافع. ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة. الشجاع في الحرب والحليم عند الغضب. وميسي عند الحاد. اللاعب المدافع اللي حاول سواريز بأن يسمو. مزعج مهاري سريع. عرضية ممتازة لكن حارس
كوبيدا، عادت مرة أخرى فيها صابرة وفيها لمسة يد، فيها لمسة يد. إشتيغن تألق باللقطة الأخيرة بنفسه، الكرة العرضية عدت وصلت فيها خطأ وفيها ضربة حرة لمصلحة اللي نقلها هذه الكرة، هذه المحاولة ميسي والتسديدة عدت ومرت إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية انتفض. الكرة تعود الآن، أين سواريز؟ سواريز هياها، لكن أيضا الكرة مو بعد عاد يا سواريز، راح تقدم سواريز انطلق لكن باس أمامه فالفيردي، الكرة موجودة الآن ديمبلي لكن سهلة عند حارس المرمى توم ليونيل، ليونيل ما ظهر كثير، ليونيل ولمسة أمامية خلف المدافعين سويس، لكن راكيتيتش العقل زينة الفلسفة كادت فيها والتمريرة، يا سلام يا بانيجا، بانيجا والعرضية العالية لكن الكرة تدخل سكوديرو، لمسة ممتازة من سكوديرو، خطيرة العرضية لكن مرت وعدت. هذه اللقطات الآن بوجود الفار راح تضرك ما راح تفيدك، هنا خطأ وكرة ثابتة وضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة. نشاهد ونتابع، ميسي سددها ميسي لكن حارس المرمى، فريق منظم وفريق بإمكانه أن يسجل هدف ثاني وبإمكانه أن يخرج بطلا من البريطانيين مقيمين في إشبيليا. الكرة موجودة الآن، محاولة ولمسة وسقوط على أرضية الملعب، أكثر مرات يمر بالاستمرار، باص هذه خطيرة، العرضية منتظرة عالية سكوديرو لكن الكرة الثاني، الكرة موجودة الآن عرضية بالراس لكن العارضة، العارضة تحرم نادي إشبيليا من الثاني. فازويز آخر من سجل لنادي يضن مباريات هذا الفريق، الكرة موجودة الآن ديمبلي لكن حارس المرمى، حارس المرمى كوتينيو، كوتينيو والعرضية خطيرة لكن أيضا الكرة بعدت، عادت التكوين، الكرة بتعود الآن، محاولة وتدخل وسقوط على أرضية الملعب، تدخل قوي سيميدو، نقلة تمرير خطيرة، الثاني يضيع، الثاني يضيع والكرة ب 12 مباراة، كرة موجودة الآن، محاولة إلى باسكيز والتسديدة لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمى، تسديدة من باسكيز. الرقم اللي مسجل باسم ميسي، لما نقول بأن ميسي أرقامه صعب أحد يكسرها إلا هو، في أحيان كثيرة تشعر بأن ميسي، الفريقين ما اتفقوا أو شعارهم دائما هو لا أحد قادر على قهرنا، شعارهم دائما قياسي في كأس إسبانيا. والكرة موجودة الآن، تمرير أندري، تسديدة لكن الكرة ضاعت، الكرة ضاعت، هجمة جميلة، هجمة جميلة، كرة موجودة الآن ديمبلي، ديمبلي مررها إلى ميسي، ميسي سدد لكن مررها إلى ميسي، وانتو يا سلام لكن عادت وصلت، خلصها ميسي لا حارس المرمى بطل، حارس كأس العالم أو بعد نهاية كأس العالم.